السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأفاضل المشاهدين الأعزاء. هنتكلم إن شاء الله في هذا الفيديو البسيط والمتواضع عن وصفات طبيعية لتسكين آلام الأسنان، وصفات طبيعية لتسكين آلام الأسنان. طيب إن شاء الله الوصفة الأولى اللي هي عن طريق استخدام النعناع، وذلك عن طريق مضغ بعض أوراق النعناع الطازجة الخضراء مع بقائها في الفم لبضعة دقائق، وتكرير هذه العملية 3 إلى 5 مرات يوميا حتى يسكن الألم بالأسنان، ويتسنى بعد ذلك للمريض الكشف الطبي عند الأخصائي. هذه الطرق هي تسكين، ليست علاج نهائي، يعني تسكين للألم. بعد هيك الأخ أو الأخت بيلجأ إلى الطبيب والمختص في ذلك. طريقة ثانية وهي استخدام زيت القرنفل، حيث تنظف الأسنان أولا بالمعجون، تغسل جيدا ثم توضع فوق مكان النخر أو التسوس أو الألم قطعة صغيرة من قطن مبللة بللا خفيفا جدا بهذا الزيت، زيت القرنفل، فيعمل هذا الزيت أو هذه القطعة البسيطة على تسكين الألم، ويتم تكرير هذه العملية عند الحاجة. والآن يعني بقول إنه زيت القرنفل متوفر في معظم الصيدليات جاهز للاستعمال، ويفضل أن يتم شراؤه من الصيدلية. الطريقة الثانية وهي طريق أو الثالثة عفوا استخدام الثوم، حيث يوضع فص أو فصان من الثوم المقشر والمهروس فوق السن أو الضرس المؤلم أو الذي فيه ألم، ويترك في الفم لمدة 30 إلى 60 دقيقة، فإن ذلك يؤدي إلى يعني تسكين الألم بإذن الله. إن شاء الله تكون هذه الطرق الثلاثة نالت رضاكم وإعجابكم. هذه الطرق فقط إخواننا لتسكين الألم، ألم الأسنان. الطريقة الأولى تكلمنا عن النعناع، الثانية عن زيت القرنفل، الثالثة عن الثوم، لكن هذا لا يمنع الذهاب إلى الطبيب. أتمنى تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا زر الجرس عشان تصلكم الإشعارات الجديدة أول بأول، وإلى اللقاء في فيديوهات جديدة.